نحت الخشب والمعادن لتشكيل قطع وأدوات أقرب للتحف الفنية تحتاج لجهد ووقت وقوة بدنية، ورغم صعوبة المهنة وخطورة الآلات المستخدمة ونظرة المجتمع للعمل الحرفي، إلا أن حمزة ذياب قرر أن يكسر الحاجز. بديت تعلمي بالحرف من تقريبا عمري 19 سنوات، واللي دفعني على الشيء هذا طبعا حبي للرسم، حبي للأشغال اليدوية من وانا صغير يعني. وكان بذاك الوقت في دافع اللي خلاني استمر، اللي هو مراكز الشباب. يعني مراكز الشباب كانت مهتمة في جيلنا يعني بوقتنا بالشباب بشكل كبير جدا، يعني اللي خرجت يمكن خاصة اللي بعمارنا ناس تشتغل بإيدها يعني بالورشة أو خارج الورشة، لأن عندي شغل خارج الورشة لما يشوفني أنا كويتي. ففي ناس وايد تستغرب يعني للأمانة، يعني أمانة فعلا، وفي ناس وايد تتشكر من هالموضوع هذا يعني، وتدعمنا معنويا في الكلام، خاصة لما يعرفون انك كويتي وانك مميز، وهالشيء هذا نادر جدا. بالنسبة لموضوع الكويتي يشتغل في مجال الحرفة، هذه نقطة جدا حساسة بالنسبة لمعظم الكويتيين، وأنا ما أشوف فيها أي حرج، لأنك أنت سواء كنت حرفي سواء كنت مدير قاعد على مكتب، إذا أنت ما تجتهد وتشتغل وتطلع وتشوف الشغل، حتى لو كنت مدير ومكتبك من إلى، إذا ما تشوف الشغل ما تعرف أنت تنتج وتبدع في مجالك. فهذا مجال ولا عمله، والحرفي مجال ولا عمله، وما في يعني للأمانة أي إحراج. بالنسبة لي أنا شخصيا أشوفها شيء ممتع وشيء، والناس قاعد تتقبله وبرحابة الصدر، وبالعكس تدعم معنويا بالكلمة الطيبة وتشجع. وأمانة أتمنى من كل الشباب كونوا جادين، خلكم جادين، اهتم 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 في هواياتك ونمها واسقلها، راح تبتعد عن مشاكل كثيرة، وراح تكون شخص مميز ومنتج تفيد نفسك وتفيد ديرتك.